مع تقلبات كتيرة جدا، يعني مش ده المعتاد بالنسبة لنا لو رجعنا كده 3 4 سنين لورا، ان شهر 3 وخلاص واصلين لاواخر شهر 3 يكون الجو فيه كم البرودة دي. ولكن خلينا كده نطلعكم على اخر التفاصيل المتعلقة بحالة الجو. قالت الدكتورة منار غانم العضو في المكتب الاعلامي للهيئة العامة للارصاد الجوية ان حالة الطقس بدأت في التحسن، ده هيكون لحد بكرة بس، وبعد كده هتكون في اختلاف في درجات الحرارة، درجات الحرارة تبدأ تقل. يعني احنا بنتكلم عن درجة حرارة وصلت ل 22 درجة بشكل تدريجي كده لحد بكرة، ولكن كملت كلامها وقال ان بداية من اليوم الاثنين اللي جاي هيكون في انخفاض في درجات الحرارة، ممكن بيتراوح ما بين 3 درجات مثلا، علشان يكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل. كمان بيوجد فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، فبالتالي لسه بنتكلم عن شهر 3 يعني ساقع جدا مقارنة بسنوات قبل كده. كنا بنعتقد أنه مع وصولنا لشهر 3 نقدر بقى نبدأ نخفف ونحس بأجواء الربيع، ولكن لا يبدو ربيع لحد دلوقتي. لا ولسه كمان في أبريل يعني أو شهر 4 أعتقد في كمان سن برودة كده ولسعة برودة بالليل، هي بتبقى لذيذة. احنا نتكلم عن برودة 3 و 4 طول السنين اللي فاتت ان هو البرد اللذيذ بس هو ده مش لذيذ، احنا يعني تلج سعانين جدا، فتمام طبعا يعني امور مختلفة بنحب دايما ان احنا نناقشها مع حضراتكم، ولكن